الممثلة المصرية جيهان سلامي تعلن إصابتها بمرض سرطاني نادر وتكشف عن تعرضها للضرب المبرح. كل طرف فيهم للآخر، رجال السلطة نفسهم مع الطبقة الأرستقراطية اللي هم عندهم. تصدر اسم الفنانة المصرية جيهان سلامي محركات البحث بعدما كشفت عن إصابتها بمرض سرطاني نادر وخضوعها لعدة عمليات جراحية خطيرة استأصلت خلالها الرحم وجزء من المعدة والقولون. وكشفت جيهان سلامي خلال لقاء متلفز عن تفاصيل أزمتها الصحية، حيث أكدت اكتشاف الأطباء في العام 2018 كتلة كبيرة داخل رحمها، وبعد تحليل جزء منها تأكد أنه ورم سرطاني، لتضطر إلى استئصال جزء من الرحم، إلا أن الألم لم يفارقها بعد الجراحة، لتجري مسحاً ذرياً لتكون المفاجأة الصادمة وهي وجود بعض الأورام في الرحم والمعدة والقولون. فتاة شعبية بتلعب خيال ظل يعني زي الفنانين يعني في العصر المماليك. وأضافت جيهان أنه كان لابد من إجراء جراحة خطيرة لاستئصال الرحم كاملا وجزء من المعدة والقولون، حيث استغرقت تلك الجراحة أكثر من 14 ساعة، واضطرت أن تبتعد عن الأضواء لأكثر من عام بعد تلك الأزمة الصحية التي كادت أن تودي بحياتها. وأكدت جيهان أنها تعافت بعد هذه الرحلة المرضية الشاقة، وأصبحت حالتها الصحية مستقرة إلى درجة كبيرة، كما أن تلك المحنة غيرت نظرتها إلى الحياة بشكل كامل، وتأكدت بأن الصحة هي أغلى ما يمتلك الإنسان، وليس كما يظن البعض أن العمل والشهرة والأموال هم أفضل الأشياء. وجيهان سلامي هي الشقيقة الصغرى للملحن المصري فاروق سلامي والموسيقار جمال سلامي والإعلامية ميرفت سلامي صاحبة برنامج تياترو، ولها شقيق أصغر هو خالد سلامي. بقى وخلاص وبنوتة وبتاع، فبدأت أكاش شوية يعني. وكانت أول تجاربها السينمائية عام 1993 في فيلم ديسكو ديسكو للمخرجة إيناس دغيدي، حيث شاركت في حوالي 8 مشاهد فقط. وفي العام 1995 كانت بدايتها الأكبر في فيلم لحم رخيص الذي كان أيضا من إخراج إيناس دغيدي. وشاركت جيهان في العديد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة، من بينها مسلسل الزوجة الرابعة مع مصطفى شعبان عام 2012، ومسلسل الركين مع محمود عبد المغني عام 2013، وغيرها من المسلسلات الشهيرة. وكان آخر أعمال جيهان سلامي في العام 2018 الفيلم الروائي القصير صابرة، الذي تناول قضايا العنف ضد المرأة من الزوج، وهو العمل الذي يعبر بشكل أو بآخر عنها، حيث تعرضت من جانب زوجها إلى عنف شديد وتعدى عليها بالضرب. وأتمنى لكم تتابعونا دايما، وأتمنى لكم كل التوفيق. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.